اليوم اول حاجه وقبل كل شيء بغيت ننوه بالمتطوعين اللي جاوا من مدينه الجديده والدار البيضاء وايضا المتطوعين الغطاسين ديال مدينه القنيطره، مشكورين حقا، مشكورين على هذا العمل الجبار والمجهودات الجبارة الكبيرة اللي قاموا بها. طوعوا من جيوبهم، يعني ديبلاصاو ما خلاو ما داروا من اجل البحث والعثور على الجثة ديال هذا الغريق. هذا الغريق اللي العمر ديالو 18 سنة، شاب في مقتبل العمر. صعب جدا اننا نشوفوا الشباب ديالنا كيدعوا في هذا الويدان. واد سبو معروف، حنا كقنيطريين عندنا دراية وعندنا معلومات كثيرة على هذا الواد. هذا واد سبو راه اللي كيطيح فيه كيهبط له، راه ما كيرجعش. علاش؟ غنتكلموا بالدارجه. وتسبو فيه واحد الغيس اللي ما كيساعدش. نعطيك مثلا، اذا الدري غرق في البحر راه يقدر يضرب على رجله ويطلع، لكن وتسبو اذا نزلتي على رجلك وبغيتي تطلع راه ما تقدرش. داك الغيس ما كيساعدكش، كيبدا يمتص. اللي غنقول هو ان شيء مؤسف صراحه الله، خصوصا من شفنا الجثه ديال هذا الغريق. شفنا داك الجثه ديالو، ومنين شافوا منين هزوا داك السيد وعطاه الوقايه المدنيه وهو عريان، كان لابس واحد الكيلوط في الاحمر. عرفتي راه ما نقولكش احساس خايب بزاف، انك كيجيب لك الله راه الاخ ديالك ولا خوك ولا هو راه ولد المغاربه كاملين، ولدنا كاملين. كنا حسينا بداك الشعور ديال الام. طبعا حنا ما غاديش نجيو نقولوا زعما نكذبوا على راسنا نقولوا حنا نحسوا بداك الشعور كان الام ديالو والاب ديالو، ولكن تيبقاو حنا مغاربه و تيبقى فينا الحال ملي كنشوفوا الشباب بحال هكا كيضيعوا. المونديال المغاربه اللي تعودنا عليه حنا كمغاربه دائما، حنا دائما كنضامنوا في السراء والضراء الحمد لله. كنقولوا الشعار ديالنا الخالد دائما ابا، الله الوطن الملك. دائما اي مغربي فيما بغى يكون سواء داخل الوطن او خارج الوطن، ملي كيسمع شي حاجه وقعت لشي مواطن مغربي راه كلشي كيتضامن بكل صراحه، عبر وسائل العلم الازرق، في الجرائد الالكترونيه، الجرائد الورقيه. كنشكرهم والله العظيم، زعما هاد المجهودات اللي داروا هاد الغطاسين راه ماشي سهله، انك دي بلاصه من مدينه وتجي فهاد الحراره هادي وتغطس وترجع تعاود تخرج وتعاود ترجع تغطس. جميل جدا اننا نشوفوا الناس كيتضامنوا بحال هكا. الحمد لله على روح المسؤوليه، الحمد لله على هاد الانسانيه اللي فهاد المغاربه. بصراحه الله باقي التاثيرات ماشي سهله، اننا نشوفوا شاب قدام عينينا 4 ايام هما كيقلبوا عليه، 4 ايام هو كان كل امل ديال العائله وكل امل ديال القنيطريين وكل امل ديال المغاربه ان تظهر غير الجثه ديالو. على الاقل يحتضنوه العائله ديالو، يعنقوه يبوسوه يودعوه يترحموا عليه ويدفنوه ويعرفوا القبر ديالو. راه الخطير هو كون هذا الشاب مازال ما خرجش، ما عرفناش، كان ياكلوا الحوت، كانت شي حاجه اخرى، لكن الحمد لله شفنا الجثه ديالو طلعت سالمه ما فيها حتى شي حاجه، لكن هو طلع جثة هامدة. نداء ديالي للمسؤولين بمدينة القنيطرة وللمجلس البلدي، راكم نتوما عارفين الخطورة ديال واد سبو. واد سبو الشاب اللي كينزل ما كيعاودش يطلع. واد سبو هو واد اللي هو خطير، ردوا البال. وميساج آخر لأولياء الأمور حتى للأساتذة، حاولوا توعيوا الشباب ديالنا والشابات ديالنا بالخطوره ديال هاد الواد هذا. راه اللي كينزل عباد الله راه ما كيعاودش يطلع. راه حنا بغينا على اننا نفقدوا الشباب ديالنا، الشباب ديالنا محتاجين اننا نكونوهم، نمدوا لهم يد المساعده، نصحوهم ما فيها باس. المجتمع المدني متجند على انه يدير دورات وحملات تحسيسيه، فنديروا يدينا في يد بعضياتنا. وعلى الاقل هاد الواد هذا اللي باقي هكا كتشوف، راه انت كتشوف بعينك، ما دايرينش شي اشارات ديال الخطر، ديروا شي حاجه اللي تمنعوا فيها الشباب انهم ينزلوا يعوموا في هذا الواد. كاين البحر، كاين بزاف الحوايج. الله يرحمه ويوسع له الرحمه وصبر العائله ديالو وصبرنا حنا كاملين. شكرا.